ولا زلنا أعزائنا في بيت لحم، حيث ترأس المطران ثيوفليكتوس الوكيل البطريركي في مدينة بيت لحم خدمة صلاة المديح بحضور جمع محدود من أبناء وعائلات الرعية، وذلك في بستان كنيسة المهد للروم الأرثوذكس. عاون سيادته في الخدمة الأيكونومس سمور والأيكونومس عيسى ثلجية والأب جورج جقمان، حيث أحيت الصلاة جوقة كنيسة المهد للروم الأرثوذكس بقيادة لورنس سمور، كما أقيمت صلاة شكر لأمنا مريم العذراء شفيعة المسيحيين، وصلاة لأجل ضحايا تفجير بيروت، وأخرى لشعوب العالم أجمع لأن ينجيهم الله من وباء كورونا. وفي نهاية الصلوات قدم المطران ثيوفليكتوس الشكر لجموع الحاضرين من المؤمنين. طبعاً إحنا في كنيسة المهد مكان ولادة السيد المسيح، اليوم عملنا طبعاً المدائح العذراء مريم الذي لا يجلس فيه، وهذه المدائح هي تسبيحة إلى والدة الإله لحتى تحفظ الناس، تحفظهم من الوباء في زمن الوباء الكورونا، وطبعاً كمان الصلاة من أجل كل العالم، المتألمين، المتضطهدين، المتضايقين، المتألمين، المسجونين، طبعاً لكل الناس اللي عايشين في الأسر، اللي عايشين في بلا بيوت بلا منازل. هاي الصلاة خصوصاً كمان لأهل لبنان خاصة بيروت، طبعاً الصلاة نبعت من كنيسة إلى العالم أجمع، ونخص بالذكر مدينة بيروت. طبعا احنا بنصليهم فردا فردا، نرفع أدعيتنا إلى الرب الإله في هذا اليوم المبارك لحتى يبعد عنهم كل شر، يحميهم، يشفيهم، وفي المستشفيات والمشافي طبعا يعيشوا في ظل الرب الإله العلي القدير. طبعا أدعيتنا من مدينة بيت لحم، من كنيسة المهد خاصة، إلى كل العالم نوجهها رسالة، كلمة المسيح يسوع المسيح وجه هاي الرسالة لما ولد، هي رسالة المحبة، رسالة السلام للعالم أجمع. طبعا احنا اليوم نوجهها لكل العالم، وشكرا لكم.